السلام ورحمة الله. يا السوق شاري وخايف، يبغي يشري وخايف. يا الإقبال والله هاك تشوف، والله الناس كلها تسوم. الأسعار يعني كل واحد كيفاه، طوموبيل جديدة هاي السومة تاعها باينة بعد. والله هاك تشوف الحضور، والله إقبال هاك تشوف، والله من بارتو مسكين قدام العنابة القطر الجزائري كلهم هنا. شوية غالي شوية، معليش كل واحد يشري مقدورو. ايه غالي. يعيشك ربي يعيشك. شوية ما برابو اللي يبلع الدواء بشوية. ما كان شي، ما زال حاكم شوية العلوة تصيبها تاكلي وتصيبها رايحة فيها خلاص. ايه ايه يعني تروش تكهن يعني في ايام مقبلة ان شاء الله. والله يعلم ربي على حسب السوق، ما نعرف انا ما نبيع ما نشري. تسماني يجيك السابع كي نصيب الغلا ما نشريش. السلام عطاني 36 اخويا. مازال تبابا مازال. والله يا خويا سعني هنا مع الطوموبيل هنا ما شفتش يظهر لي السوق مكان مكان وما نعرف. شوية اليوم البيع ما كانش، ما كانش البيع شوية شوية. المليح بايع، المليح بايع. واش راه نقول خويا، والله كل حاجة وسومتها، كل حاجة وسومتها. على حسب ما رانا نشوفوا اليوم المضيف راه هو زايد مليح. الله يبارك فيك خويا، عايشك.